الدرس اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، الحصه اللي فاتت او السكشن اللي فات يعني. ثواني بس كده نسجل السكشن. في حد بيسجل ولا؟ في حد بيسجل. طب كويس. طيب السكشن المره اللي فاتت احنا شرحنا فيه ازاي نعمل ديزاين للكرين جيردر بس باستخدام قطاعات من الجدول، اللي هي كانت قطاعات ايه يا شباب كده؟ حد يفكرني. هوت رولد. ما انا عارف، ما هي القطاعات اللي في الجدول كلها هوت رول. قطاع كان اسمه ايه؟ اتش اي بي. طيب كانت ايه الميزه اللي موجوده في الاتش اي بي اللي خلتني اروح اختار الاتش اي بي مش الاي بي اي مثلا؟ الاس اكس بتاعته كبيره. لا الاس واي بتاعت الابر فلانج عشان عريضه فتبقى كبيره. بالظبط، الابر فلانج او الفلانج عموما بتاعت الاتش كبيره، وبالتالي يديله انرشيا في اتجاه واي كبيره، وبالتالي الاس واي كبيره. طب هو انا مهتم بالاس واي ليه؟ انا عمري ما اهتميت بالاس واي قبل كده. انا هنا مهتم بالاس واي لان في موجود عندي حاجه كنا بنقول عليها المره اللي فاتت اسمها اللاترال تشوك. اللاترال تشوك دي كانت عامله لي ايه يا شباب؟ كانت عامله لي مومنت في اتجاه واي، وهو ده اللي كان عندي السبب اللي خلاني اقول ايه، لا انا في القطاع ده انا ههتم بالاس واي، وبرده عندي ام اكس فمهتم بالاس اكس، فانا عايز اس اكس كبيره واس واي كبيره، وبالتالي رحت للقطاع الاتش. طيب اوزان الكرينات زي ما اتفقنا المره اللي فاتت في السكشن اللي فات، ان القطاع بتاعي او الكريم بتاعي بيقدر يشيل اوزان كتير جدا. الاوزان دي قد تصل في بعض الاحيان الى 20 و30 طن كونسنتريتد. فانت متخيل كاميرا السبان بتاعها بيتراوح من 5 الى 8 متر، عليها كونسنتريتد لودز الواحد فيهم ممكن يجيب 15 طن مرتاح. يعني انا عندي كاميرا شايله 2 كونسنتريتد لود الواحد فيهم 15 طن، 8 طن، 9 طن، 10 طن. انت عشان بس تربط الرقم ده هو قد ايه كبير، انت متخيل ان العربية الملاكي اللي هي ماشية في الطريق دي اباوت الطن وربع، طن ونص، يوما ما بتبقى عربية كبيرة 2 طن وربع. فانا لما اقول لك ان كاميرا جاي عليها كونسنتريتد لود 8 طن، ده معناه ان في منطقة الكونسنتريتد لود كأنك جبت 4 عربيات من الملاكي دول وحطيتهم في نقطة واحدة. فانت متخيل القطاع ده قد ايه بيبقى شايل احمال كتيرة، قد ايه الاوزان بتاعته بتبقى كبيرة. فباجي في اوقات الاقي ان القطاعات الـ HEB اللي هي المفروض اكبر قطاعات في الجدول هي والـ HEM، القطاعات دي انصيف. فضلت ماشي في الجدول كده بختار واعمل تشيكس والاقي القطاعات انصيف. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ يعني اعمل ايه عشان اوصل لان القطاع بتاعي يبقى سيف على اللودز اللي جاي عليه؟ قلت لك هنرجع لاصل بقى الاي سيكشن كان عامل ازاي. هو الاي سيكشن يا شباب مش عبارة عن مستطيل ومستطيل ومستطيل، ثلاث قطاعات مستطيل بالشكل ده بدأت أجمعهم. أنتوا شايفين اللي أنا برسمه ولا لأ؟ أيوه شايفين. ثلاث قطاعات كل قطاع فيهم عبارة عن مستطيل كده اللي هو بنسميه بليت. البليت ده يا شباب لما أبدأ أجي بقى ألحمه هنا كده في نقطة الاتصال، ألحمه لحام عمودي هنا ولحام عمودي هنا وفوق لحام عمودي ولحام عمودي، اقدر كده اكون شكل حرف اي ولا لا يا شباب؟ كده انا كونت حرف اي. مين هو المتحكم في ابعاد حرف الاي اللي انا عملته او القطاع اللي انا عملته؟ مين المتحكم فيه؟ ها؟ هل ده ليه جدول؟ هل دي ليه جدول؟ هل القطاع اللي انا عملته ده ليه جدول؟
لا ده انا قلت مثلا هجيب مستطيل 200 في 20 ومستطيل تاني 200 في 20 ومستطيل 500 في 5 مثلا، وايه واقوم جاي ملحمهم في بعض. مين اللي اختار الابعاد؟ انت، صح؟ فده قطاع بنسميه بيلت اب سيكشن. بيلت اب سيكشن يعني قطاع انت اللي بنيته بنفسك، انت اللي اخترت الابعاد بتاعته، انت المتحكم فيه، مش مفروض عليك من الجداول. طيب هو ايه ميزه القطاع ده يا شباب؟ ميزتين مهمين جدا. اول ميزه فيهم ان هو هيحقق لي اللي انا ما عرفتش احققه بالقطاعات الهوت رول. هو ايه اللي انا ما عرفتش احققه بالقطاعات الهوت رول؟ كنت محتاج قطاع كبير ما لقيتوش في الجدول، فدلوقتي طالما انا الترزي انا اللي هفصل، فاقدر بسهوله جدا اختار قطاع بابعاد انا عايزها، ايا كانت الابعاد دي، اكبر من اللي في الجدول، قد اللي في الجدول، زي ما انا عايز افصل القطاع هفصله. ده حاجه. الحاجه الثانيه مش عارف هي قابلتكم ولا لا الترم الاول، يمكن ممكن تكون ما قابلتكوش لان انتم ما حلتوش كتير قوي في البيمز. ممكن تبقى المساله بتاعتك وانت بتعملها ديزاين تختار قطاع اي بي اي 300، فتطلع والستريس ريشيو بتاعتك 1.01. يعني هو انصف على كام في الميه؟ على 0.01. هو لو كان الاستريس بتاعي اقل من الواحد هقول ان هو سيف، بس انا لما جيت اعمل ديزاين لقيته بكام؟ 1.01. طبقا للكود ال 1.01 دي انصيف، صح الكلام؟ لان انا ما ينفعش النسبة ما بين الاستريس الاكشوال للاستريس الالاوبل تطلع ازيد من الواحد، ما ينفعش. وده اللي كنا بنقوله المرة اللي فاتت، ام اكس على ام ار اكس زائد ام واي على ام ار واي لازم تبقى اقل من او بيساوي واحد. طب لو انا طلعتها 1.01 سيف ولا انصيف؟ ها يا شباب، انصيف المفروض. انصيف المفروض. طب تعمل ايه لو انت بتختار قطاعات من الجدول؟ انت كنت مختار اتش اي بي 300 مثلا، هتروح غصب عنك تروح تختار اتش اي بي 360، فساعتها الاستريس ريشيو هيطلع 0.8. يعني انت نقلت من 1.01 اللي هي كانت انصيف على حاجه بسيطه ل 0.8 اللي هي ايه؟ سيف بزياده، ويست. انت احنا بنحب دايما نبقى في حدود 95 0.95، لكن ان انت تقول لي 0.8، طب ما انا في 20% من القطاع انا مش مستفيد بيه. طب بس هل ينفع بقى القطاعات اللي في الجدول تقلل ابعادها؟ ما ينفعش. فدي بقى الميزه الثانيه للبيلت اب سيكشن، بما ان انت المتحكم الرئيسي في ابعاد القطاع، فانت هتجيب ابعاد للقطاع يا دوبك تجيب لك 0.95 0.97 0.93، حاجات الراوند مين البوينت 9. حلو الكلام يا شباب؟ في حد عنده اي مشكله؟ حد مش فاهم؟ طيب لو بصيت على القطاع اللي انا رسمه اللي هو ناحيه اليمين، هتلاقي القطاع ده بيتميز بان الفلانج اللي فوق قد الفلانج اللي تحت، قطاع اي سيكشن عادي خالص ما فيهوش اي مشكله، وده اللي بنصممه لاي قطاع كاميرا. عايز اعمله بيلت اب سيكشن بصممه قطاع سيمتريك. اللي هو مش مهندس، ايه القطاع اللي على الشمال؟ ايه القطاع اللي انت رسمه على الشمال ده؟ اقول لك ده القطاع بتاع الكرين جيردر. يعني ايه يا باشمهندس؟ قلت لك وانا المره اللي فاتت وانا بشرح، قلت لك مين اللي بيقاوم الام واي؟ الابر فلانج ولا اللور فلانج ولا الاثنين مع بعض؟ الابر الابر فلانج بس. طيب هو في الاتش كان الابر فلانج قد اللور فلانج، هل انت كنت مستفيد حاجه من ان اللور فلانج كبيره؟ ما استفدتش اي حاجه، ما فيش اي حاجه استفدتها من ان اللور فلانج مالها كبيره. امال بقى يا باشمهندس لو انا اللي هعمل القطاع بايديا، لا ده انا هخلي الابر فلانج كبيره واللور فلانج صغيره، لان انا مش محتاج قطاع اللور فلانج بتاعته كبير، صح الكلام يا شباب؟ ما عدا في النيجاتيف مومنت يا باشمهندس، لو في نيجاتيف مومنت
ولا دي مش في الكيس بتاعت الكرينجردر. احنا الكرينجردر ماله سيمبل سبورت، ما عندناش نيجاتيف مود. تمام، حلو الكلام، متفقين على الموضوع ده كله. يبقى احنا كده بسم الله الرحمن الرحيم، القطاع بتاعنا احنا اللي هنختار ابعاده. القطاع بتاعنا يتميز بان الابر فلانج بتاعته مالها كبيره. حلو، حلو يا شباب ولا ايه؟ طيب ايه اللي هيختلف يا باشمهندس بقى في الحل؟ قلت لك تعالى نشوف مساله كده وايه ونقول مع بعض هو ايه اللي هيختلف في الحل بتاعنا. كويس، انا كده كده كنت عايز اشرح لكم مساله فيها اربع لودز، فهي سبحان الله البيلت اب سيكشن والاربع لودز جايين مع بعض، فكويس. طيب ايه يا باشمهندس اللي هيختلف؟ قلت لك انت تعالى كده نفتكر مع بعض الهوت رولد سيكشن كان ايه اللي بيحصل فيه، ونفتكر كده ونشوف هو احنا كنا بنعمل ايه. هتقول لي والله يا باشمهندس كان اول حاجه بيديها لي السبان بتاع الكاميرا اللي هو السبيسنج ما بين الاعمده قد ايه، وبيديني 2 كونسنتريتد لودز او 4 كونسنتريتد لودز على حسب هما كرين ولا 2 كرينز جنب بعض، وانا اقوم جاي ماسك اللودز اللي هو مديها لي مع السبان بتاع الكاميرا، احسب ام اكس وام واي والشير، وابدا اقول الاس اكس بتساوي ام التيميت اكس زائد 8 الام التيميت واي على الفايف الاف يلد، او ايا كان اللي انا هختار بيه القانون اللي هختار بيه الاس اكس، واجيب الاس اكس وادخل بيها فين؟ في الجدول. صح الكلام يا شباب؟ مش ده اللي انا كنت بعمله؟ ان انا بحسب الاس اكس وادخل بالاس اكس دي الجدول اختار قطاع. صح يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. هل انا هنا عندي جدول للبيلت اب سيكشن؟ لا، ما عنديش جدول للبيلت اب سيكشن. طب هنعمل ايه يا باشمهندس؟ قلت لك هيبقى في خطوه بقى اسمها تشويز اوف سيكشن بس بطريقه مختلفه شويه. فتعال نشوف المثال واحنا ماشيين كده وبنحل مع بعض، نشوف ايه الفرق ما بين التشويز اوف سيكشن بتاع البيلت اب سيكشن وبتاع الهوت رولد سيكشن. طيب احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان لو دي الكاميرا بتاعتي ودي النقطة بتاعت نص الكاميرا، فأنا كنت هاجي أعمل إيه؟ أحط أول لود عندي هنا كده واللود التاني هنا كده. طيب على بعد مسافات قد إيه يا شباب؟ ها؟ المسافة دي ربع الـ A اللي هي ربع الـ spacing ما بين التو لودز، ودي 0.75 الاي اللي هي ثلاث ارباع المسافه ما بين اللودز بتاعتي. حد معترض؟ حد معترض يا شباب؟ حد معترض على الكلام ده؟ لا، ردوا عليا يعني لا. تمام يا باشمهندس. طيب وبالتالي كنت بقدر اقوم جاي راسم البندنج مومنت بتاعي بالشكل ده كده، وبقول ادي اعلى مومنت هنا، وبعد كده هنا يجي اللود المومنت بالشكل ده، ودي كده تقفل هنا ويبقى اعلى مومنت عندي موجود في المنطقه دي. طيب انما هنا انا الوضع مختلف، انا ما اديتكش تو لودز، انا اديتك كام لود يا شباب؟ انا مدي لك هنا كام لود؟ اربعه، اتنين متساويين واثنين مش متساويين. يعني اثنين متساويين 9 و9 واثنين متساويين بس مش زي ال 9 و9، 9 و9 و5 و5. تمام؟ وقلت لك كمان ده المسافة ما بين ال 9 و9 3 متر. المسافة ما بين ال 5 و5 2 متر. وال 5 وال 9 المسافة ما بينهم متر. فأنا نوعت لك في اللودز ونوعت لك في مين كمان؟ في المسافات اللي ما بينهم. حلو الكلام؟ طيب هتقول لي طب ايه الفرق يا باشمهندس؟ قلت لك والله انت كنت بترص الرصه اللي هي الربع الاي وثلاث ارباع الاي عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع الماكسيمم بيندنج مومنت.
طب ايه المشكله يا باشمهندس؟ قلت لك دلوقتي بقوا اربعه لودز، والاربعه لودز دول بيتحركوا، انت مش عارف تحدد مكانهم فين، وبالتالي انت لازم تشوف المكان اللي تحط فيه الفورسز دي فين عشان تعمل ايه؟ عشان تحدد الرصه او شكل التحميل اللي هيجيب لك اقصى بيندنج مومنت. هتقول لي حلو يا باشمهندس ده اعمله ازاي بقى؟ قلت لك تعالى نشوف مع بعض هنعمله ازاي. اول حاجه خلينا نتكلم على الديد لود اللي هو ما فيهوش اي اختلاف. الاختلاف الوحيد ان انا هناك كنت بفترض وزن الكاميرا 0.15، هنا هفترضه 0.2، عايز تفترضه 0.15 برضو ما عنديش اي مشكله. كاميرا سمبل سبورتد، السبان بتاعها 7 متر لان هو قايل لي في المساله الديستانس بتوين كولومز از 7 مترز. تمام، كاميرا سمبل سبورتد طولها 7 متر عليها ديستريبيوتد لود 0.2، ارسم البيندنج مومنت دبليو ال سكوير على 8 والشير دبليو ال على الاثنين، جبت الام ديد لود والكيو ديد لود. حد عنده مشكله في الديد لود؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام، طب تعالوا بقى نتكلم على اللايف لود، وركز معايا شويه لان هنا اللايف لود مختلف شويه عن الطريقه اللي احنا اتعلمناها. طيب اول حاجه انت عندك اربعه لودز صح؟ قلت لي اه يا باشمهندس. قلت لك الاربعه لودز دول لو انا فكرت كده ان انا اشيلهم واجيب فورس مكانهم كده هسميها الريزلتنت. هجيب فورس مكان الاربعه لودز دول كده واسميها ايه يا شباب؟ الريزلتنت. الريزلتنت دي تبقى قيمتها قد ايه؟ سمشن فورسز. سمشن الفورسز يبقى الار هتساوي 9 زائد 9 زائد 5 زائد 5 تطلع 28. بس انا عندي مشكله ان انا الريزلتنت دي عشان تؤثر نفس التاثير هحطها على بعد مسافه من هنا وليكن اسمها ال. هحطها على بعد مسافه من هنا وليكن اسمها ايه يا شباب؟ اللي فاتح المايك يا شباب يقفل. اللي فاتح المايك يقفل. الناس تفتح المايك او تقفله لما او يعني تفتح المايك لما تبقى عايزه تسال. طيب الريزلتنت دي عشان تعمل نفس التاثير هحطها على بعد مسافه اسمها ال. طب ما تيجي نقف تحت الخمسه دي وناخد سيجما المومنت. سيجما المومنت اللي هتعمله الفورسز لازم يساوي المومنت اللي هتعمله الريزلتنت. وبالتالي هتقول لي يا باشمهندس لو انا واقف عند الخمسه فخمسه في زيرو زائد خمسه في اتنين زائد تسعه في ثلاثه زائد 9 في 6 لازم يساوي الار في ال. صح الكلام؟ صح الكلام يا شباب؟ تمام. يبقى ال هتساوي 5 في 0 زائد 5 في 2 زائد 9 في 3 زائد 9 في 6، كل ده مقسوم على الار، ويبقى انا كده من هنا جبت ال بتاعتي. يبقى اول حاجه الريزلتنت هي مجموع الفورسز، ال اللي هو الطول من اول فورس لحد الريزلتنت بيساوي مجموع المومنت بتاع الفورسز على قيمه الريزلتنت. كده جبت الطول اللي اسمه ايه يا شباب؟ الطول اللي اسمه ال. حد معترض؟ حد عنده اي مشكله؟ لا تمام. طيب طلعت الار دي على بعد 3 متر وربع. على بعد قد ايه يا شباب؟ 3 متر وربع. بشوف فين اكبر فورس. هي فين اكبر فورس؟ التسعه والتسعه. الار بتاعتي اقرب لانهي فورس؟ للتسعه اللي على الشمال. طب ما بينهم مسافه قد ايه يا شباب؟ انا الار ال بتاعتها 3 متر وربع، دي 2 متر، متر اتبقى ربع، يبقى المسافه ما بين الريزلتنت وال 9 متر هي قد ايه يا شباب؟ ربع. صح الكلام؟ حد معترض على الكلام ده؟ لا تمام. حد معترض على الكلام ده يا شباب؟
احنا افترضنا كده ان الناس كلها تمام. طيب تعالى ننزل تحت بقى نشوف هنرص اللودز دي على الكاميرا ازاي. طيب النقطة اللي مرسومة بالاكس دي هي نص الكاميرا، 3 متر ونص شمال و3 ونص متر يمين. باجي احط التسعة اللي هي التسعة طن اللي قريبة من الار، المسافة بتاعتها كانت قد ايه يا شباب؟ ربع. احط التسعة على بعد نص الاكس من سنتر لاين الكاميرا، يعني قد ايه يا شباب؟ 0.25 على 2. حلو الكلام؟ صعبة؟ صعبة يا شباب؟ ممكن لا. تاني حتة دي يا باشمهندس؟ تاني. أنا دلوقتي جبت إن الـ 28 اللي هي الريزلتنت على بعد ربع متر من التسعة طن دي. صعبة؟ صعبة؟ لا تمام. تمام. طيب آجي بقى أقول المسافة إكس دي اخد نصها وامشي من نص الكاميرا شمال احط التسعة طن، يبقى انا الاكس بتاعتي كانت 0.25، اجي امشي من نص الكاميرا نص الاكس واحط اول تسعة طن. صعب الكلام كده؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب عشان انا احط الخمسة طن اللي على الشمال اعمل ايه؟ امشي من التسعة طن واحد متر واحط الخمسة، وامشي من الخمسة 2 متر واحط الخمسة، وامشي من ناحية اليمين من التسعة 3 متر واحط التسعة. صعبة؟ يبقى أنا كده رصيت اللودز بتاعتي على الكاميرا. حد معترض؟ اه تمام يا باشمهندس. طيب هنا بقى الخمسة دي طلعت بره. اصبر بقى اصبر اصبر. هنا بقى هيظهر عندي حالة من الاتنين، ان الخمسة طن اللي على الشمال دي تطلع بره الكاميرا. مثلا الاتنين متر دي ما كانتش اتنين متر، كانت تلاتة متر، فتلاقي الخمسة طن دي مالها؟ طلعت بره الكاميرا خالص، ما بقتش موجودة على الكاميرا. تعمل ايه ساعتها؟ بقى عندك كام لود كده؟ اربعة ولا تلاتة؟ تلاتة. تمسك التلاتة دول وتقول أنا كنت غلطان لما بدأت المسألة بأربعة، هبدأ المسألة بتلاتة وأجيب لهم الريزلتنت وأعيد الحسابات تاني. فهمنا؟ طيب يبقى أنا كده أول خطوة هعملها همسك الأربعة لودز، أجيب الريزلتنت وأجيب الريزلتنت على بعد مسافة إكس، أمشي نص إكس من نص الكاميرا وأبدأ أرص اللودز بتاعتي. والله لقيت الخمسة طن دي طلعت بره، هقوم جاي عايد كل ده، بس بدل أربعة لودز هشتغل على تلاتة لودز. ممكن لما تشتغل على تلاتة لودز تلاقي الخمسة التانية طلعت هي كمان، فيبقى كده متبقي عندك كام لود؟ يعني في الاتنين دول ها؟ جيب لهم الريزلتنت بالطريقه العاديه بقى. لا ما تجيب لهمش ريزلتنت بقى، ما هم دول بقوا تو لودز، يعني قلبوا للدرس اللي فات او للمره اللي فاتت، فيبقى الربع والثلاث ارباع على طول. طب باشمهندس معلش، هو مش الطريقه بتاع نفس الطريقه اللي احنا بنعملها دي هتوصلني لنفس القصه بتاعت الربع والثلاث ارباع اللي حضرتك قلتها؟ هتوصلك لنفس الطريقه بس ما تطولش على نفسك خطوات. تمام تمام جدا يا فندم. تمام مش فهمنا اتفضل. هو انا اول فورس بوقعها على البيم هي اكبر اقرب فورس للريزلت، اقرب فورس للريزلت. تمام اوكي شكرا. العفو. حلو الكلام كده يا شباب. طيب شايف بقى اقرب اكبر فورس اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي انا والباشمهندس، هي دي المكان اللي هيبقى عنده الماكسيمم مومنت. يبقى تعمل ايه؟ امسك الكاميرا احلها استراكشر عادي، اجيب رياكشن ناحيه اليمين ورياكشن ناحيه الشمال، واقف تحت الفورس دي اجيب المومنت من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال زي ما انت عايز احسب المومنت هنا. صعبه يا شباب؟ لو سمحت يا باشمهندس اتفضل. هو
الحالة اللي هي الخمسة تطلع برة دي، طب ما انا كده كده عندي كاميرا تانية مكملة، مش هو كنتونوس وعلى كل بعد اسم تبقى فيه كاميرا، ليه بحسب ثاني؟ الباشمهندس سأل سؤال مهم، هو انت بتدرس الكاميرا اللي ناحية الشمال ولا بتدرس الكاميرا اللي هي هنا؟ يعني الباشمهندس بيقول لي طب ما تطلع يا باشمهندس الخمسة طن، ما انا عندي الكاميرا دي في كاميرا مكملة من الناحية دي، بل وكمان انا عندي كاميرا مكملة من الناحية التانية، مش انت ده رأيك؟ ايوه بالظبط كده. هو الكريتيكال انا بشوفه للكاميرا اللي بطول المصنع كله ولا الكاميرا اللي طولها 7 متر؟ لا اللي 7 متر بس خلاص، طالما لود واحد من الاربعه طلع بره 7 متر يبقى اللود ده من البدايه ما كانش كريتيكال. طب ايه يعني يا باشمهندس من البدايه ما كانش كريتيكال؟ ما هو لما كان كنت واخده معايا في الاعتبار كان مأثر لي على مكان الريزلتنت وعلى قيمه الريزلتنت، وبالتالي هو مؤثر على الرصه دي. طب انا كنت واخده معايا في الاعتبار، هل اصبحت الرصه دي رصه صح؟ لا، لان انا دخلت فيها لود ما كانش المفروض ان هو يدخل معايا، فطالما هو طلع يبقى هو ما كانش المفروض اخده معايا في الاعتبار من البدايه، يبقى اعيد الحسابات بتاعتي لان الحسابات كانت مبنيه على غلط، واللي بيتبني على غلط بيبقى غلط. تمام يا باشمهندس، شكرا. تمام. هو سؤال باشمهندس بعد اذنك. اتفضلي. هو انه فكره انه اللود لما تشال المومنت زاد، هو ده كاستراكشر ان هو لما كان موجود على بيم واحده ده معناه ان هما كانوا بيلاشوا بعض، يعني كان مثلا في فورس من يمين وفورس شمال فكانوا بيلاشوا بعض او بيقللوا بعض، فعشان كده المومنت قل، فلما شلنا المومنت زاد كاستراكشر، يعني حاجه زي كده. هي مش قوي كده بس هي حاجه قريبه من اللي انت بتقولي عليه. اوكي تمام يا باشمهندس، شكرا. لا تمام يا شباب، فهمنا الحته دي، فهمنا ازاي نجيب الماكسيمم مومنت لحاله الفور لودز. اه تمام يا باشمهندس. طب تعالوا بقى اقول لكم على حاله ممكن تحصل معاكم في التو لودز. ايه اللي ممكن يحصل معانا في التو لودز يا باشمهندس؟ ان واحده من التو لودز يطلعوا بره الكاميرا، ساعتها ايه الكريتيكال؟ نحط واحده في الميد سبان، نحط اللود اللي اتبقى ده نحطه في نص الكاميرا. يعني ممكن يا باشمهندس ابقى بادئ المساله باربعه فورسز ويصفصفوا بالاخر خالص ان هو اللود واحد في النص. اه ممكن جدا. امتى الحاله دي بتحصل؟ لما يكون السبان بتاع الكاميرا صغير. انما السبان اللي هو 6 و7 و8 فيما فوق، لا، هتلاقي الاربعه لودز بيدخلوا جوه الكاميرا كلها زي ما احنا شايفين كده. تمام. طيب يا باشمهندس هعرف ده بمجرد النظر؟ لا، مش هتقدر تعرفه بمجرد النظر، هتعرفه لما تقعد تحسب مكان الريزلتنت وتلاقي الفورسز طلعت لوحدها بره. حد مش فاهم يا شباب؟ باشمهندس لو بصمم اخر كاميرا في الكرين بريدج والحمل لقيته طلع بره، احنا دايما بنصمم كاميرا في النص عشان هي اللي بتبقى مور كريتيكال. زي بالظبط ان شاء الله في اخر الترم هنيجي نقول لك صمم سيستم في المصنع. هل هنقول لك صمم السيستم اللي على الطرف؟ لا، هنقول لك صمم السيستم اللي في النص وهو ده اللي هيبقى كريتيكال. باشمهندس هو انا عارف النقطه اللي هيبقى فيها الماكسيمم مومنت ولا كل النقط وبشوف؟ انا بقول لك النقطه اللي فيها ماكسيمم مومنت هي دايما النقطه اللي تحت اكبر اقرب فورس، اللي هي اول فورس انت حطيتها على الكاميرا، اللي هي على بعد مسافه اكس على الاثنين من نص الكاميرا. تمام. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله يا شباب ان هو يحسب الماكسيمم مومنت؟ نحسب الماكسيمم شير. امتى اقول ان الفورسز دي تجيب ماكسيمم شير؟ لما يبقى اكبر فورس على السبورت بتاعي وابدا ارص الفورسز بعدها. طب يا باشمهندس وانا بحسب الماكسيمم مومنت لقيت ان مثلا الخمستين الاخرى دول طلعوا بره الكاميرا فاتبقى معايا 9 و9، اعمل ايه وانا بحسب الماكسيمم شير؟ ها
باخدهم معايا عادي. بتاخد الخمسة والخمسة معاك عادي في الشيل، يعني الرصة اللي عملتها في المومنت ملهاش علاقة تماما بالشير دي. ده الفورسز دي بتجيب بيندنج ستريس، والفورسز دي بتجيب شير ستريس، الاثنين ملهمش علاقة ببعض. يعني لو لقيت ان الرصة بتاعتك في المومنت هتبقى معتمدة على التسعة والتسعة بس، مش معنى كده ان انت تيجي في الشير تقول لا ده انا هاخد التسعة والتسعة بس في الشير، لا هتاخد التسعة والتسعة والخمسة والخمسة. الا لو وانت بترص الاربع فورسز في الشير لقيت الخمسة طلعت بره، خلاص هي طلعت وانت بترص رصة الشير، فدي الرصة دي ملهاش علاقة برصة المومنت. متفقين يا شباب؟ متفقين؟ تمام يا باشمهندس. طيب خلاص جبنا الام لايف لود والكيو لايف لود، بس دول في اتجاه اكس. نبدأ نقسمهم على 10 عشان نجيب المومنت والشير نتيجة اللاترال اتشوك، ونجيب بقى الفاينل زي المرة اللي فاتت بالظبط، زي السكشن اللي فات بالظبط. 1.2 كيو ديد زائد 1.6 كيو لايف مضروبة في واحد زائد الامباكت، 1.6 كيو لايف واي بس وخلاص، اما التيميت اكس 1.2 الام ديد لود هو النت فصل ولا حاجة حصل؟ تقريبا فصل عندي. أيوة فصل عندي. يا شباب سامعيني كده؟ سامعين حضرتك يا باشمهندس. معلش مش عارف ايه اللي حصل مره واحده كده. طيب احنا وقفنا فين؟ احنا وقفنا عند ان انا هنا ده شكل القطاع بتاعي، واتفقنا ان هو بيتكون من تا
ثلاث مستطيلات. باشمهندس اذنك اعمل شير سكرين للظاهره يا باشمهندس. طب حاضر حاضر حاضر. ظهرت كده تمام تمام يا باشمهندس. طيب اتفقنا ان القطاع بتاعي بيتكون من ثلاث مستطيلات، كل مستطيل ليه طول وعرض. حلو الكلام. فمثلا الابر فلانج هقول ان طولها هو بي ابر، وتخانتها او عرضها هي تي ابر. الويب هقول الطول بتاعه دي ويب وعرضه تي ويب. الفلانج اللور هسمي عرضها بي لور وتخانتها تي لور. في حد معترض على التسميات دول؟ في حد معترض على التسميات دول يا شباب؟ لا طبعا. طيب عشان اعرف ابعاد القطاع ده لازم اعرف كام بعد؟ لازم اعرف الست ابعاد اللي اتكلمنا عليهم، اللي هم البي ابر والتي ابر، دي ويب والتي ويب، بي لور والتي لور. الست ابعاد لازم اعرفهم. طب ما تيجي مع بعض كده يا شباب نشوف هنفترض الابعاد دي ازاي او هنحسبها ازاي. قلت لك اول حاجه الدي ويب هتقول السبان على من 10 ل 15. لو الكرين بتاعك شايل 2 كرينز يعني 4 لودز اقسم على 10 دايما. فانا السبان بتاعي 7 متر اللي هم 7000 ملي اقسم على 10 يطلع 700 ملي. طيب انا بقول لك اهو الافضل ان انت دايما اقسم على 10، ثبتها كرقم ثابت السبان على 10. حلو الكلام. طيب يبقى انا كده ادي اول بعد معايا جبته من الست اللي هو الدي ويب. تاني بعد اللي هو التي ويب. التي ويب دول يا شباب هناخد الكبير من الثلاث قيم اللي هنقول عليهم. اول حاجه 0.8 سنتي. ليه 0.8 سنتي يا باشمهندس؟ ده اقل تخانه موجوده في السوق. تاني بعد هنحسبه الدي ويب على 222 على جذر الاف ييلد، يبقى 70. الدي ويب الدكتور قال في المحاضره ان احنا بناخدها ب 1 يعني تي ويب. طيب بغض النظر يعني خلاص الدكتور قال 1 سنتي يبقى هي 1 سنتي خلاص، لكن اقل تخانه موجوده في السوق 0.8 سنتي. الدكتور قال لكم ان هي سنتي خلاص مفيش مشكله. تمام. صعب الكلام يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. طيب الدي ويب على 222 على جذر الاف ييلد يبقى 70 على 220 على جذر الاف ييلد تطلع 0.488 سنتي. طيب اخر حاجه هنختار منها الكيو التيميت اكس اللي هو اقصى حاجه في الشير على 5.6 الاف ييلد في الدي ويب طلع 0.4 سنتي. وفي اغلب الاحيان بتطلع التخانه هي المينيمم 0.8 سنتي اللي هي خلاص الدكتور قال خدها 1 سنتي فهي خلاص ب 1 سنتي. حلو الكلام يا شباب؟ باشمهندس معلش، هو القيمه اللي في النص دي اللي هي بعد ال 0.8 دي جايه عشان الكومباكتنس والاخيره عشان خاطر الشير؟ الثانيه جايه عشان الكومباكتنس والثالثه عشان الشير والاولانيه مينيمم. هتلاقي هنا حتى انا برضو خدتها ب 10 مللي اللي هي 1 سنتي. تمام يا شباب؟ صعب الكلام؟ بس هو فعليا هم دول الثلاث قيم اللي الكود بيقول عليهم. انما انت بقى لو خدت ازيد منهم ده مش غلط، ده صح. تمام؟ بس على الاقل تكون محقق واحده من او يعني الاكبر من الثلاثه. صعب الكلام يا شباب؟ يبقى احنا كده وصلنا لكام حاجه؟ وصلنا لحاجتين، الدي ويب والتي ويب. صعب الكلام؟ صعب الكلام يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. تمام. طيب لو انا بقى جيت قلت لك ان انت عندك مومنت بيأثر على الكاميرا بالشكل ده. تمام. طيب المومنت ده كان راس السهم بتاعته كده. طيب يعني هيجيب كومبريشن فين يا باشمهندس؟ هيجيب كومبريشن فين يا شباب؟ على الفلانج اللور. حلو، يعني هيجيب كومبريشن كده. وهيجيب تنشن فين؟ على اللور فلانج.
هيجيب كومبريشن كده. يعني انت تقدر تقول لي يا باشمهندس ان دي كده الكومبريشن، ده كده كومبريشن وده كده التنشن. تمام. حد معترض على الكلام ده؟ حد معترض على الكلام ده؟ طيب لو انا عايز اعرف قيمه الكومبريشن قد ايه كام وقيمه التنشن كام، اعمل ايه؟ المومنت على الدبس، المومنت على المسافه ما بين التو فورسز، صح؟ لو انا جبت المومنت ده، لو انا جبت المومنت ده كده وقسمته على المسافه ما بين التو فورسز، جبت قيمه الكومبريشن قد ايه وقيمه التنشن قد ايه. حد معترض؟ حد معترض يا شباب؟ تمام. طيب يبقى اول حاجه هعملها اقول انا هحول المومنت اللي اسمه ام اكس الى كومبريشن وتنشن، فاقول التنشن هيساوي الكومبريشن هيساوي ام اكس على الدي ويب، صح؟ مش صعب. جبت معايا شباب؟ لما قسمت الام اكس، لما قسمت الام اكس على الدي ويب جبت قيمه التنشن بكام وقيمه الكومبريشن بكام وهما الاثنين متساويين. هل هما في الحقيقه متساويين؟ لا مش متساويين، وهنقول لك هنعمل ايه دلوقتي. مين عايز يسال؟ هو انا باشمهندس عندي سؤال، هو مش المفروض اقسم على اكتر من دي ويب؟ اقسم مثلا على دي ويب زائد جزء من فوق وجزء من تحت على اساس ان الديستنس ما بينهم في سي جي الفلانج، او ممكن تكون لا مش في هي فعليا مش في سي جي الفلانج ده، هي يعني في اطراف الويب يعني. يعني كمان احنا المفروض كنا بنقسم على 0.98 الدي ويب، ده الاكيوريت يعني ان انت بتقسم على 0.98 الدي ويب، ودي لها سبب ممكن اقوله في اخر السكشن لو حد عايز يعرفه. يعني على اطراف الويب كمان يا باشمهندس، يعني اقل من الدي ويب لان فعليا اللي شايل الكومبريشن هو الفلانج زائد سوتس الويب، واللي شايل التنشن هو الفلانج زائد سوتس الويب. لو جبت النيوترال اكسس بتاع الفلانج زائد سوتس الويب هتلاقي ان هو مش في سنتر لاين الفلانج، مش على اول الويب، لا ده هو واخد حته من الويب كمان. تمام جدا. طيب يبقى انا كده معايا فورس اسمها تنشن او فورس اسمها كومبريشن، هنفترض دلوقتي ان هي بتؤثر على الفلانج بتاعتي، وبالتالي الاسترس انا عارف ان هو بيساوي فورس على اريا. انا معايا الفورس بس ما معيش الالاوبل ستريس، فقلت لك تعالى نفترض كده مع بعض ان الالاوبل ستريس 0.65 الاف ييلد. ده فرض جاء يعني ايه، احنا مع بعض هندي لك ان الفرض ان انت تفرض الاف الاوبل بتاعك 0.65 الاف ييلد. طيب الاستريس بيساوي فورس على اريا، يبقى الاريا هتساوي فورس على ستريس. اقسم الفورس على الاستريس جبت اريا الفلانج. طيب هي دي ادية انهي فلانج يا باشمهندس؟ الابر ولا اللور؟ اي واحدة. اي واحدة منهم، لان السي والتي قد بعض. صح الكلام؟ فما انا لو استخدمت السي هجيب بقيمة، ولو استخدمت التي هجيب نفس القيمة لان الالوبل ستريس ثابت. طيب هو انا فعليا عايز الارية الفلانج تبقى، ركز معايا، هل انا فعليا عايز ارية الفلانج اللي فوق تبقى زي ارية الفلانج اللي تحت ولا مختلفين؟ مختلفين. انا عايز اللي فوق تبقى اكبر من اللي تحت. طيب قلت لك طب ما تيجي نقول كده ان انا ارية الفلانج اللي انا جبتها لو ضربتها في اتنين يبقى مش ده مجموع ارية الفلانجات بتاعتي؟ تمام. اريه الفلانج اللي انا جبتها اضربها في اتنين، جبت مجموعه اريه الابر فلانج زائد اريه اللور فلانج. طيب
حلو الكلام، حلو الكلام. انت عايز مين يبقى هو الكبير؟ انا عايز الابر فلانج تبقى هي الكبير. قول يبقى ارية الابر فلانج تساوي تلتين المجموع بتاع ارية الفلانج اللي هو قد ايه يا شباب؟ اتنين ارية الفلانج اللي انت حاسبها. يعني في الاخر اقدر اقول ان ارية الابر فلانج هي 4/3 من ارية الفلانج اللي انا حسبتها. يعني انا زودت كده ارية الابر فلانج ولا لا؟ تمام تمام. طيب ارية اللور فلانج انا خدت تلتين للابر فلانج، اخد قد ايه للور فلانج؟ اخد تلت. يبقى ارية اللور فلانج تلت في اتنين ارية الفلانج اللي انا حسبتها، يعني تلتين ارية الفلانج. يبقى انا كده قللت ارية الفلانج اللور ولا لا؟ المفروض ان هي عليها تنشن، محتاج اريا فلانج ولا ايه؟ هي عليها تنشن، محتاج اريا فلانج مش تلت، مش تلتين. طب ما تيجي بقى نشوف واحنا بنعمل تشيك ايه اللي هيحصل، وبالتالي هتلاقي ان انا كلامي فيه شويه صح. تمام معايا؟ معايا يا باشمهندس؟ يعني اصبر معانا كده واحنا بنعمل تشيكس، هتفهم ليه قللنا اللي تحت وزودنا اللي فوق. طيب يبقى انا كده الاريا ابر عرفت احسبها كرقم، الاريا لور عرفت احسبها كرقم. طب هي الاريا ابر بتساوي ايه في ايه؟ بتساوي بي ابر في التي ابر. طب ما تيجي نفترض ان البي ابر بيساوي من 15 الى 20 التي ابر، يعني العرض يساوي من 15 الى 20 التخان. تمام. طب يبقى انا الاريا ابر هتساوي 20 التي ابر مضروبه في التي ابر، يعني 20 التي ابر سكوير. حد معترض؟ حد معترض يا شباب؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب واحد تاني هيقول لي لا ده انا هفرضها ب 18، ما عنديش مشكلة. واحد تاني يقول لك ده انا هفرضها ب 15. كل اللي انت عايز تفرضه من 15 ل 20 افرضه زي ما انت عايز. افرض البي ابر بتساوي من 15 الى 20 التي ابر. مش انا معايا الاريا ابر بتساوي 64 في 22 سنتيمتر سكوير؟ طب الاريا ابر مش هي اصلا بتساوي مثلا 18 التي ابر سكوير؟ هتقول لي اقدر اجيب من هنا التي ابر ولا لا؟ معايا يا شباب؟ تمام. كده جبت التي ابر. هو انا مش كنت فارض ان البي ابر بتساوي 18 التي ابر، وانا جبت التي ابر يعني اضربها في 18 اجيب البي ابر. حد معترض؟ حد معترض يا شباب؟ يا شباب رحتوا فين؟ تمام. طيب يبقى انا كده جبت كام دايمنشن لحد دلوقتي؟ 4، دي ويب، تي ويب، بي ابر، وتي ابر. طيب اقدر اكرر نفس اللي عملته مع الاريا ابر مع الاريا لور واجيب البي لور والتي لور؟ افترض ان البي لور بتساوي من 15 الى 20 التي لور، اقول يبقى الاريا لور بتساوي 18 التي لور سكوير. معايا الاريا لور بس ما معيش التي لور، اجيب التي لور اضربها في 18 جبت البي لور. صعبه؟ باشمهندس هو ال 18 دي جبت ايه؟ انا عندي البي ابر بتساوي من 15 الى 20 التي ابر، فقلت لك عايز تفترضها ب 20 ماشي، عايز تفترضها ب 18 ماشي، عايز تفترضها ب 15 ما عنديش مشكله، افترضها زي ما انت عايز. طيب اسهل عليكم في الاختيار بتاع البي لور شويه واقول لك هو ايه العلاقه اللي تقدر تستنتجها ما بين الاريا ابر والاريا لور. هتقول لي الاريا ابر يا باشمهندس ضعف اريا الاريا لور، صح الكلام؟
الاريا ابر 4 على 3 انما الاريا لور 2 على 3. هتقول لي صح يا باشمهندس ده فعلا الاريا ابر ضعف الاريا لور. قلت لك خلاص بكل سهوله انت جبت البي ابر والتي ابر. قلت لي اه. قلت لك خد التي ابر سويها بالتي لور يبقى البي لور نص البي ابر. يعني ثبت التخانه بتاعت الفلانج الابر تساوي هي التخانه بتاعت الفلانج اللور يبقى عرض الابر ضعف عرض اللور. صعبه؟ ها يا شباب مين وقع مني؟ مين ما فهمهاش؟ باشمهندس معلش هو في الستبس كان 20 تي ابر سكوير بعد 18 تي ابر سكوير فحضرتك كده حطيتها 18 في الحل. بقول لحضرتك كنت كاتب 20 تي ابر سكويرد في القانون بعدين تحت بقت 18 تي ابر سكويرد بس خلاص كده مبسوط؟ لا لا مش والله بسال عادي يعني تمام تمام مش مبسوط. انا عارف والله لا لا انا عارف انا تمام كده يعني انا اقصد بيها هنا ان انت ممكن تستخدم 20 ممكن تستخدم 15 ممكن تستخدم 18 اللي انت عايز تستخدمه استخدمه. تمام تمام. طب في سؤال تاني باشمهندس هو انا هروح في السوق اقول له انا عايز 1.88 سنتي تخانه ولا مثلا بيبقى بقى هقول لسه امال انا هقول ايه؟ يبقى احنا اتفقنا ازاي هنحسب الايه الابعاد دي كارقام. طيب طلعت التي ابر 1.88 سنتي هروح فعلا زي ما الباشمهندس بيقول للراجل هقول له انا عايز 1.88 سنتي تخانه هيقول لي امشي يلا من هنا حرفيا. هتقول لي طب ليه يا باشمهندس؟ اقول لك لان السوق فيه تخانات معينه هي اللي بينتجها. طب ايه التخانات يا باشمهندس؟ قلت لك اولا السوق ما يعرفش حاجه اسمها تخانه بالسنتي. التخانات كلها بالملي. قلت لي حلو قوي. قلت لك التخانات اللي موجوده في السوق يا اما ارقام زوجيه بالملي يا اما ارقام تقبل القسم على خمسه. يعني ايه؟ يعني 8 ملي 10 ملي 12 ملي 14 ملي 15 ملي لان ال 15 تبقى القسم على الخمسه 16 ملي 18 20 22 24 25 عشان تبقى القسم على الخمسه وهكذا. يبقى التخانه بتاعتك لازم تقربها لاقرب رقم زوجي او اقرب رقم يقبل القسم على كام؟ على خمسه. حلو الكلام؟ عشان هنا عشان كده لما طلعت لي التي ابر بتساوي 1.88 سنتي خدتها بكام؟ ب 20 مللي. تمام يا شباب؟ في حد عنده اي مشكله؟ تمام. في حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب جيت هنا زي ما بقول لكم سويت التي ابر بالتي لور وبالتالي طلعت البي لور نص البي ابر. البي ابر هنا انا جبناها بطريقه مختلفه. ايه هي؟ البي ابر يا اما تقول هي تي ابر في 18 اللي هو الفرض بتاعك وده افضل يا اما تقول هي مش انا عايز اريا 64.22 سنتي. قلت لي اه. قلت لك مش الاريا هي بي ابر في التي ابر. قلت لك اه. قلت لك لو قسمت الاريا على التي هتجيب البي فهي هي عايز تضرب البي ابر في 18 فتجيب البي التي ابر في 18 فجبت البي ابر. حلو. عايز تقسم الاريا على التي وبالتالي جبت البي الباشمهندسين اللي بيعملوا ميوت لا الاصح ان انت تاخد التي لور بتساوي التي ابر وبالتالي تطلع البي لور بتساوي نص البي ابر. حد معترض يا شباب؟ حد معترض يا شباب؟ تمام تمام يا باشمهندس. طيب كده اصبح عندي ده القطاع بتاعي 33 في 2 70 في 1 16 ونص في 2. القطاع ده لو خدت بالك انا كاتب الابعاد بتاعته كلها بالايه يا شباب؟ بالسنتي. ان اي حسابات ليا انا بطلع الابعاد زي ما انا عايز بالملي بس بعد كده بستخدمها بالايه؟ بالسنتيمتر المربع سنتيمتر. مفيش حاجه اسمها
مليمتر عندنا في الحسابات عشان ما تتلخبطش. كل الابعاد بمجرد ما تطلعها حولها الى سنتي. طيب خلاص طلعنا ابعاد القطاع، نيجي بقى للحته الرخمه. ايه هي يا باشمهندس؟ قلت لك هو انت كنت بتجيب الاس اكس منين؟ هي الاس اكس كنت بتجيبها منين يا باشمهندس؟ تقول لي من الجدول. الجداول. فساعة ما تقول لي من الجدول تقوم جاي مركز في حتة. هو القطاع ده انت جايبه من الجدول؟ لا المفروض عامله انا اللي مفصله يعني. بالظبط. يعني القطاع ده ملوش جداول. فحضرتك تبدأ تعمل لي ايه بقى؟ تحسب حاجة اسمها Properties of Section. تحسب بقى Area, Y bar, IX, IY, RX اللي هي روت الاي اكس على الاريا، ار واي اللي هي روت الار واي الاي واي على الاريا، تمام. وتحسب فاكرين لما كنا بنقول في حاجه اسمها الار تي، فاكرين الار تي يا شباب اللي هي كنا بناخدها 0.22 البي فلانج كتقريب كده معايا ولا الناس نامت؟ الحاجات اللي كانت موجوده كلها في الجدول دلوقتي ما بقتش موجوده في الجدول، ما بقاش معايا جدول اصلا، لا بس معايا قطاع ومعايا ابعاده. فابدا بقى اشتغل بشغل اولى مدني بتاع البروبرتس اوف سيكشن او بروبرتس اوف اريا. اطلع الاريا والواي بار اي اكس اي واي ار اكس ار واي، واطلع الخواص بتاع القطاع بتاعي. بس اخلي بالي من حاجه مهمه قوي، هي الاس اكس بتساوي ايه يا شباب؟ الاي اكس على الواي بار. الاي اكس على الواي اكس. الاي اكس على الواي صح؟ والواي تعرفها المسافه من النيوترال اكسس او من السي جي الى طرف القطاع. طب يا باشمهندس القطاع ده انسيمتريك، انهي طرف؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ بتاعها هيبقى كل واحد فيهم هي الاس بتاعته. بالظبط. يبقى انا هنا بقى عندي اس اكس ابر واس اكس لور. اقسم مره الاي اكس على الواي ابر ومره الاي اكس على الواي لور، يبقى بقى معايا اس اكس ابر واس اكس لور، تمام. طيب هحسب الاس واي لانهي حاجه؟ هو انا الاس واي دي هتقاوم مين؟ هتقاوم الام واي. طب هو الام واي جاي على الابر فلانج ولا على اللور فلانج؟ ابر فلانج. على الابر فلانج. اذا هحسب الاس واي للابر فلانج اللي هي تي ابر في البي ابر سكوير على الستة. ده القانون الدايركت كده اللي تقدر تستخدمه دايركت عشان تحسب الاس واي للابر فلانج. صعب الكلام يا شباب؟ صعب الكلام؟ تمام يا باشمهندس. طب معلش يا باشمهندس، انا كده استفدت ايه لما حسبت الاي واي؟ ما استفدتش يعني. انا مش يعني هنا انا حسبت البروبرتيز كلها، لما تيجي تحل في المساله بقى هتلاقي ان في حاجات فعلا انت مش هتستفيد منها. فلما تحل بايديك كتير هتلاقي ان الحاجات اللي انت ما بتستخدمهاش مش هتحسبها. يعني من ضمن الحاجات اللي انت مش هتستخدمها الاي اكس، الاي واي مش هتستخدمها، الار اكس مش هتستخدمها، الار واي مش هتستخدمها. الحاجات دي انت مش هتستخدمها اصلا. بس انا بقول لك ان في، لان انت ان شاء الله في الكولومز هتبقى بتحسب الحاجات دي. فبعودك من دلوقتي ان انت الحاجات دي مش خلاص بقى، مرحله ان انت بقيت كنت بتجيبها من الجدول دي انتهت. ان شاء الله في الكولومز البيلت اب هتبدا تحسب كل البروبرتيز دي. في الكرين جيردر مش هتستخدم الاي واي ومش هتستخدم الار اكس ومش هتستخدم الار واي، فما تحسبهمش في الكرين جيردر، لكن في الكولومز ان شاء الله هتحسبهم وهتستخدمهم. تمام. يعني مش شرط اتفضل. هو في الاس واي ابر جبتها بفكره الاي برضو على الاريا. يعني انا القانون بس هو يطبق في يعني ملاحظة. تعالى القانون ده مختصر، هي الاس واي برضو هي الاي على على الاكس. بمعنى ايه؟ شايف المستطيل اللي هو 33 في 2؟ جميل جميل.
الانيرسيا بتاعته في اتجاه واي هي التي في البيتا كيب على ال 12. لو قسمته على الاكس اللي هي بي على الاثنين، لان احنا في اتجاه واي لما بنجيب الاس واي بنقسم على الاكس، فالمسافه دي اسمها بي على الاثنين. فلما تختصر القانون كله مع بعضه هتلاقي ان الاس واي ابر بتساوي تي ابر في البي ابر سكوير على الست. طب احنا مش بنقسم على البي على الاثنين، على بنقسم على البي على الاثنين، ولا بنقسم على المسافه ما بينه ما بين نيوترال اكس ده وما بين نيوترال اكس بتاع الشكل كله؟ ولا لا مش ده، مش ده محور واي. تمام، ده كده محور صح. بتاخد المسافه من محور واي الى طرف القطاع بتاعك، طرف القطاع بتاعك. تمام جدا يا فارس. طيب حد مش فاهم يا شباب البروبرتس هنحسبها ازاي، او ما بيعرفش يحسب البروبرتس اوف اريا؟ مش مهندس ممكن ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. هو معلش باشمهندس، ممكن يعني باشمهندس عم مراعاة بس الزمايل، يعني بقية الزمايل هو بس ما شاء الله يعني هو بيحب كتير، ممكن يخلي الأسئلة في الآخر عشان حقيقي احنا بنفصل واحنا اللي بنتلخبط، مراعاة للباقيين يعني. ممكن معلش يا باشمهندس، والله والناس كلها ساكتة وباشمهندس كل شوية بيسأل في حد فاهم أو لا، ما حدش بيجاوب معاه، وبعتذر ليك مرة تانية. يا خلاص، عموما يا شباب احنا ممكن نخلي الاسئله في الاخر عشان لو في حد من من الناس بتضايق، اي حد عايز يسال في اي حاجه بعد ما اخد الغياب هستنى معاكم شويه اي حد عايز يسال. تمام يا شباب. طيب خلينا نكمل. خلصت الخطوات بتاعتي وجبت الخواص بتاعه القطاع وجبت ابعاد القطاع كله، فبعمل ايه بقى؟ ببدأ ادخل في التشيكس بتاعتي. طب هي ايه التشيكس بتاعت الكرين جيردر يا باشمهندس؟ قلت لك تعالى نعدهم كده مع بعض ونفتكرهم من السيكشن اللي فات. تشيك كومباكتنس، لاترال تورشنال باكلينج، تشيك بيندنج، تشيك شير، كريبلينج، ييلدنج، ديفليكشن، وفاتيج. الثمانيه تشيكس او الثمان خطوات بتوعنا. طيب اول تشيك عندنا تشيك كومباكتنس اللي هو السي على التي فلانج اقل من او بتساوي 15.3 على جذر الاف ييلد، الدي ويب على التي ويب اقل من 127 على جذر الاف يلد، والقطاع هيطلع برضو كومباكت. تمام يا شباب؟ في حد عنده اي مشكله؟ لا تمام. طيب بعد كده هندخل في حسابات اللاترال تورشنال باكلينج اللي برضو مش هتختلف عن السكشن اللي فات. ال بي بسبان الكاميرا كله، ال ال بلاستيك 80 الار واي على جذر الاف يلد، والار واي دي انا لسه حاسبها. تمام، الباشمهندس اللي كان بيقول لي الاي واي انا استخدمتها في ايه، اهي ادي الار واي ظهرت، والار واي اصلا ريليتد بالاي واي، فهتلاقي ان انت هتستخدم الاي واي برضو. تمام يا باشمهندس، مين اللي كان بيسال انا استخدم الاي واي في ايه؟ فالار واي هي بتساوي توتال الاي واي على ال، فانت استخدمتها. حلو. طيب ال ار هتحسب برضو ال ار بنفس السيكونس، هتقدر تقول ال بي بتاعتك ما بين ال بلاستيك وال ار، فتقدر تعوض في القانون وتجيب الام نومينال. بس خلي بالك الام نومينال هنا هتساوي السي بي في الام بلاستيك ناقص الام بلاستيك ناقص الاف ال في الاس اكس في ال بي ناقص ال بلاستيك على ال ار ناقص ال بلاستيك. في هنا حاجه اسمها الام بلاستيك، ده كان بيساوي ايه يا شباب؟ من السكشن اللي فات الام بلاستيك بيساوي ايه؟ الفيلد في زد اكس، اف يلد في الزد اكس. طب والزد اكس بتساوي ايه؟ هنحسبها بقى، هنعمل الاريا بتاعت كل جزء في الواي من السي جي بتاع الجزء ده للسنترويد بتاع الشكل. يا سلام. طب ايه بقى الكلام اللي الباشمهندس بيقوله؟ انا المفروض القطاع بتاعي لو كان من الجدول قطاع سيمتريك كنت هاخد الاس اكس اضربها في 1.13 وبالتالي حولتها للزد اكس. الكلام ده مظبوط، بس اللي مش مظبوط بقى ان القطاع بتاعي بيلت اب سيكشن، فالبيلت اب سيكشن ما ينفعش اقول هو 1.13 الاس اكس. طب ما هي انهي اس اكس اصلا؟
اس اكس اور ولا اس اكس لور. فبعمل ايه؟ بجيب حاجه الاول اسمها البلاستيك نيوترال اكسس. هو ايه البلاستيك نيوترال اكسس ده يا شباب؟ البلاستيك نيوترال اكسس هو المحور اللي الاريا فوقيه تساوي الاريا تحتيه، اريا الشكل فوقه تساوي اريا الشكل تحته. طب دي هجيبها ازاي؟ هقول 33 في 2 زائد مسافه اسمها، لو انا فرضت ان المسافه اللي هي تحت البلاستيك نيوترال اكسس دي اسمها واي. شايفين المسافه اللي تحت دي يا شباب؟ دي اسمها واي مثلا. ف 33 في 2 زائد الطول الويب كله 70 اطرح منه الواي اللي تحت، يبقى 70 ناقص واي مضروبه في تخانه الويب اللي هي 1. دي كده الاريا اللي فوق النيوترال اكسس او البلاستيك نيوترال اكسس. طيب الاريا اللي تحت النيوترال اكسس هي الواي في 1 سنتي زائد 16.5 في 2. مين المجهول الوحيد عندي دلوقتي يا شباب؟ مين هو المجهول الوحيد بالنسبه لي دلوقتي؟ الواي. لما جيت قلت 33 في 2 زائد 1 في 70 ناقص الواي يساوي 16.5 في 2 زائد 1 في الواي. كده المجهول الوحيد عندي هو الواي. اقدر اجيب الواي ولا لا؟ طب الواي ده بيمثل لي ايه يا باشمهندس؟ بيمثل لي مكان البلاستيك نيوترال اكسس. طيب هحسب الام بلاستيك ازاي يا باشمهندس؟ هقول الام بلاستيك هي اف ييلد في الزد اكس. طب الزد اكس بتساوي ايه يا شباب؟ هقول لك بقى تعالى، مش انت تقف هنا كده في نص الكاميرا بتاعتك، تعال نعملها كده باللون الاسود، اقف كده في نص الكاميرا عند النقطه اللي انا عاملها باللون الاسود، شايف الاريا اللي تحت النيوترال اكسس هي قد ايه؟ هي الواي اللي هي 51.5 مضروبه في 1، صح؟ دي الاريا، اضربها في البعد ما بينها وما بين البلاستيك نيوترال اكسس اللي هي من هنا لحد نص الواي، يبقى كل اريا اضربها في البعد بتاعها. تمام؟ كل اريا مالها يا شباب؟ كل اريا هنعمل فيها ايه؟ يا شباب ممكن تاني كل اضربها تاني. اول حاجه هنعملها هجيب اريا ابر فلانج اجمعها على الجزء المتبقي من الويب، لان انا فارض ان في جزء من الويب تحت اسمه واي، يبقى من المتبقي من الويب هو 70 ناقص الواي في تخانه الويب اللي هي 1 سنتي. يبقى الاريا دي كده اللي هي فوق البلاستيك نيوترال اكسس هقول ان هي لازم تساوي الاريا اللي تحت النيوترال اكسس. طيب عشان الاثنين يتساووا مع بعض هيبقى عندي مجهول واحد اسمه واي. الواي دي هحسبها، حسبتها طلعت 51.5 سنتي، يبقى انا عرفت مكان البلاستيك نيوترال اكسس ولا لا؟ هيا يا شباب كده انا عرفت مكان البلاستيك نيوترال اكسس ولا لا؟ لان انا عرفت قيمه الواي قد ايه. معايا ولا الناس نامت؟ هعمل ايه بقى عشان اجيب الزد اكس بعد ما عرفت قيمه الواي؟ هاخد الاريا اللي تحت البلاستيك نيوترال اكسس اضربها في البعد ما بين السي جي بتاعها وسي جي الشكل كله زائد الاريا بتاعت اللور فلانج مضروبه في البعد ما بين السي جي بتاعها لسي جي مين يا شباب؟ الشكل كله زائد الابر فلانج الاريا بتاعتها مضروبه في البعد ما بين السي جي بتاعها للبلاستيك نيوترال اكسس زائد الاريا المتبقيه فوق من الويب في البعد ما بين البلاستيك نيوترال اكسس والسي جي بتاع الاريا دي. يبقى انا كده عندي كام حاجه؟ عندي اربع اريات مضروبين في اربع مسافات. حد عنده مشكله؟ لا تمام.
طيب بعد ما حسبت الحسبة دي، الحسبة دي هي الزد اكس بتاعتي بقى، اضرب الزد اكس في الاف يلد جبت الام بلاستيك. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا شباب؟ يا شباب حلو الكلام ولا ايه؟ ايوه طبعا. طيب هتلاقي برضو في نفس القانون اف ال في الاس اكس، فتقوم جاي سألني سؤال على طول، ايه هو؟ هي انهي اس اكس يا باشمهندس؟ مش انا عندي اتنين اس اكس ابر واس اكس لور، اضرب في انهي اس اكس؟ اشمعنى ابر؟ الباشمهندس اللي قال ابر، ليه ابر؟ لسبب بسيط، هو اللاترال تورشنال باكلنج هيحصل لانهي فلانج؟ للكمبريشن فلانج. مين الفلانج اللي عليها كومبريشن؟ الابر فلانج. يبقى الاس اكس اللي في قانون اللاترال تورشنال باكلنج هي المقصود بيها الاس اكس بتاعت الابر فلانج. صعبه؟ صعب الكلام يا شباب؟ لا تمام. الدكتور في المحاضره، الدكتور في المحاضره قال ان الزد اكس ممكن ناخدها 1.13 الاس اكس ابر. ممكن ناخد الزد اكس بدل ما نقعد نحسب الحسبه دي كلها ناخدها 1.13 الاس اكس ابر. الكلام ده طالما الدكتور هو اللي قاله في المحاضره فخلاص انا اعتبره صح، بس هو مش صح. انت المفروض الزد اكس تحسبها بالطريقه دي. تمام يا شباب؟ تاني معلش. الدكتور قال في المحاضره ممكن الزد اكس ناخدها 1.13 اس اكس ابر بدل ما نحسبها الحسبه دي. تمام. لو رجعت للمحاضره هتلاقي الدكتور كاتب ان الزد اكس بتساوي 1.13 الاس اكس ابر. حلو الكلام يا شباب؟ طيب من هنا بقى، من هنا طلعت الام نومينال بتاعتنا 93.356.563 وهي اقل من الام بلاستيك لان الام بلاستيك 108. اذا انا ما عنديش مشكله وانا كده وصلت للام نومينال. حد عنده اي مشكله هنا؟ احنا كده وصلنا لكام حاجه جديده يا شباب؟ نعد مع بعض. اول حاجه جديده ان انا عندي اربع احمال. تاني حاجه ان انا فرضت ابعاد القطاع. تالت حاجه ان انا اخترت ابعاد، حسبت البروبرتيز اوف اريا. رابع حاجه ان انا هنا ما بقتش الزد اكس بتاعتي 1.13 الاس اكس، لا ده انا بقيت هحسبها بايديا. طيب الجديد كمان يا شباب في البندنج ستريس. ايه بقى الجديد في البندنج ستريس يا باشمهندس؟ قلت لك تعالى نتكلم على نقطه رقم واحد. هي نقطه رقم واحد دي يا شباب شايفين نقطه رقم واحد مكانها فين؟ شايفين نقطه رقم واحد مكانها فين يا شباب؟ اه يا باشمهندس شايفين عند السهم بتاع ام واي. بالظبط. نقطه رقم واحد دي هيأثر عليها ام اكس بس ولا ام واي بس ولا ام اكس وام واي؟ ام اكس بس. ام اكس بس ولا ام واي بس ولا الاثنين مع بعض؟ ام اكس بس. ام اكس وام واي لان نقطه رقم واحد موجوده في الابر فلانج وام واي بيتاثر على الابر فلانج والام اكس هي كده كده بتاثر على القطاع كله. فبما ان نقطه رقم واحد موجوده في الابر فلانج وبالتالي هي موجوده في القطاع، اذا هي بتتاثر بام اكس وبتتاثر بام واي. حد معترض؟ حد معترض يا شباب؟ طب الحمد لله محدش معترض. يبقى لو انا هتشيك على نقطه رقم واحد هقول لك ام التيميت اكس على ام ار اكس زائد ام التيميت واي على ام ار واي، كل ده اقل من او بيساوي واحد. ام التيميت اكس موجوده حسبناها في اول المساله،
اما التيميت واي برضه حسبناها في اول المساله، اما ار اكس هو انا مش لسه حاسب يا باشمهندس ام نومينال؟ قلت لك اه، قلت لك اضربها في فاي. طب اما ار واي؟ قلت لك اما ار واي هي فاي في الاف يلد في 1.5 الاس واي ابر اللي انت حسبتها في البروبرتيز اوف اريا. حد عنده مشكله في التشيك ده؟ حد عنده مشكله في التشيك ده يا شباب؟ حد عنده اي مشكله في التشيك ده يا شباب؟ طيب التشيك هنا لو لاحظت هتلاقيه طلع 1.03، المفروض ان ده اكبر من الواحد، فالمفروض ان القطاع ده انصيف، بس الكود بيتسامح شويه ويقول لك ان انت ممكن توصل لحد 1.05، يعني بيديك 5% زياده. تمام؟ فدي تقريبا هتبقى سيف، بس لو انت بره في الشغل اوعى تسيب حاجه بالشكل ده، عشان دي هتبقى كريتيكال جدا. لو انت بتشتغل بره لا، يعني دايما خليك اراوند ال 0.95. صعب الكلام يا شباب؟ حد مش فاهم؟ طيب يا باشمهندس لو كانت طلعت 1.5 تبقى سيف ولا انسيف؟ ها 1.5 يا شباب سيف ولا انسيف؟ انسيف طبعا. انسيف طبعا. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ المفروض برجع ازود بقى ولا ايه؟ ارجع بقى من الاول خالص، كبر ابعاد القطاع وعيد بقى الحسابات دي من الاول خالص بقى. عيد بقى حسابات الاي اكس والاس اكس والاي واي والاس واي والزد اكس، وعيد بقى الحسابات دي كلها. حلو الكلام؟ عشان كده بنجيبها في الامتحانات غالبا اديك قطاع واقول لك تشيك سيفتي عشان تقول لي هو سيف ولا انسيف، لان انا قلت لك اعمل ديزاين فانت مضطر ان انت تطلعه لي سيف، ولو طلع انسيف تعيد من الاول. متفقين يا شباب؟ يا شباب الناس نامت ولا ايه؟ لا ما حاسس ان مش متابع. تمام طيب. طب هو نقطه واحد يا باشمهندس تختلف ايه عن نقطه رقم 2؟ 2 على ام اكس بس. ايه نقطه 2 على ام اكس بس؟ نقطة 2 عليها ام اكس بس. حد معترض على الكلام ده؟ حد معترض على الكلام ده يا شباب؟ طيب هل انا لازم اتشيك على نقطة رقم 2؟ بتشيك عليها فتيج. لا بتشيك عليها بيندنج برضه. ليه بتشيك على نقطة رقم 2 بيندنج يا باشمهندس؟ ما هي عليها ام اكس بس. قلت لك تعالى كده نفتكر مع بعض قانون الاس. هو الاس بتساوي ايه يا شباب؟ ها قانون الاس بيساوي ايه يا شباب؟ الاي على الواي. شباب الاي على الواي صح كده؟ طيب هي نقطة رقم 2 الواي بتاعتها كبيرة ولا صغيرة؟ ها يا شباب كبيرة. الواي بتاعت نقطة رقم 2 أكبر من نقطة رقم 1 ولا أقل؟ أكبر صح؟ لأن كده كده النيوترال أكسس هيبقى رايح ناحية الفلانج الكبيرة، وبالتالي المسافة من النقطة 2 للنيوترال أكسس اللي هي الواي بتاعت نقطة رقم 2 هتبقى أكبر من نقطة رقم 1. تقول لي طب ايه يعني يا باشمهندس؟ قلت لك ما هو لما الواي تزيد الاس تقل، والاس هي اللي بتقاوم المومنت، فلو انا قللت الاس يبقى النقطه رقم 2 مقاومتها للمومنت قليله ولا مش قليله؟ تقول لي اه صحيح يا باشمهندس ده تبقى كده النقطه رقم 2 الاس بتاعتها قليله لان الواي بتاعتها كبيره، وبالتالي تطلع انسيف. تمام؟ بالرغم ان هي عليها ام اكس بس،
فلذلك بنروح نتشيك على نقطة رقم واحد ونقطة رقم اتنين. نقطة رقم واحد يا شباب جاي عليها ام اكس وام واي، بس الاس بتاعتك هي الاس ابر فهي اس كبيرة. انما نقطة رقم اتنين جاي عليها ام اكس فقط، تمام؟ وبالتالي هي المفروض تطلع مور سيف، بس عشان الاس بتاعت نقطة رقم اتنين صغيرة لازم اروح اتشيك على نقطة رقم اتنين. فاروح اتأكد بس ان نقطة رقم اتنين اللي هي موجودة ناحية التنشن الفاي في الام بلاستيك اكبر من الام التيميت اكس. طب خلي بالك من حاجة هنا انا عملتها، انا ضربت فاي في الام بلاستيك، ليه ما ضربتش في الام نومينال؟ ها يعني انا في الام ار اكس قلت فاي في نقطه رقم واحد، قلت ام ار اكس هي فاي في الام نومينال اكس اللي انا حسبتها، انما في نقطه رقم اتنين قلت ام ار اكس هي فاي في الام بلاستيك. ليه؟ عشان تنشن سايد. قلت لك نقطه رقم واحد بالظبط موجوده في الكومبريشن سايد، والكومبريشن سايد هيحصل له لاترال تورشنال باكلينج وبالتالي هو هيقاوم بالام نومينال. انما نقطه رقم اتنين موجوده في التنشن سايد وبالتالي هي مش هيحصل لها لاترال تورشنال باكلينج فهتقاوم بالام بلاستيك. حد مش فاهم انا ليه عملت ديزاين بنقطه رقم واحد ونقطه رقم اتنين، او عملت تشيك على نقطه رقم واحد ونقطه رقم اتنين؟ حد مش فاهم ليه استخدمت في نقطه رقم واحد ام نومينال اكس ونقطه رقم اتنين ام بلاستيك؟ طب الحمد لله. حد مش فاهم؟ طيب بعد كده هنكمل التشيكس بتاعتنا، تشيك ستريسز، شير ستريسز، واللوكال ييلدنج، والكريبلنج. التشيكس دي مش هتلاقي فيها اي اختلاف عن الهوت رولد سيكشن، نفس التشيكس بالظبط. الاختلاف هنا يا شباب هيجي في الفتيج انا كنت بقول ام لايف لود زائد امباكت على الاس اكس، انهي اس اكس بقى دلوقتي؟ ابر ولا لور؟ ابر ولا لور يا شباب؟ لور. ليه لور؟ زي ما اللاترال تورشنال باكلينج بيحصل في الكومبريشن سايد بس، الفتيج بيحصل في التنشن سايد بس، وبالتالي انا بدرس التنشن سايد اللي هو بالنسبه لي اسمه اس اكس ايه يا شباب؟ لور. طيب هنا بقارن بال 1.26 يا باشمهندس، انا في الهوت رولد كنت بقارن بال 1.68. ايه ال 1.26 دي؟ قلت لك ما هو القطاع لما يبقى بنت اب سيكشن الالاوبل بتاعه بيختلف عن لو هو هوت رولد. لو هو هوت رولد 1.68، لو هو بنت اب سيكشن 1.26. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم يا شباب؟ طيب اخر تشيك معانا هو الديفليكشن. لو تفتكروا المره اللي فاتت كنت قلت لكم التحميله بتاعه الديفليكشن لو انت عندك الكاميرا بالشكل ده وده نص الكاميرا، بقول لك تعالى حط الكونسنتريتد لود هنا وكونسنتريتد لود الثاني على مسافه متساويه، نص A يمين ونص A شمال. هنا بقى لو انت معاك اربع لودز نفس تحميله المومنت اللي درست بيها الماكسيمم مومنت، نفس التحميله ارسم لها بيندنج مومنت واشتغلها كانها كونجكت ايه يا شباب؟ بيم. تمام يا شباب؟ معايا يا شباب ولا ايه؟ تمام. تمام. يبقى احنا هنا في الاربعه لودز هناخد نفس تحميله الماكسيمم مومنت ونشتغل بيها كونجكت بي. انما لو انا كان عندي تو لودز لا كنت هقول لود على نص الاي ولود على نص الاي وهي دي التحميله بتاعتي، ما كنتش هستخدم تحميله الماكسيمم مومنت. وده اخر اختلاف ما بين البيلت اب سيكشن والاي والهوت رول. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم يا شباب؟ طيب السكشن بتاع النهارده تعالى
تقريبا يعني كفكره او كديزاين هو ما فيهوش جديد، هو فيه اختلافات في طريق الحساب، ما فيهوش جديد في الفكر او جديد في التشيكس او جديد في حاجه يعني في حاجه من الكور بتاع الديزاين، انما هو فيه فكره جديده او طريقه حسابات جديده، مش طريقه تشيكس جديده. تمام يا شباب؟ طيب انا هاخد غياب دلوقتي، بعد ما ناخد غياب الناس اللي عايزه تسال ممكن تنتظر، اللي عايز يتفضل يقدر يتفضل يعني في اي وقت هو عايز. طيب انا اخدت غياب دلوقتي. باشمهندس احمد، باشمهندس احمد، دكتور احمد مطلوب معاك. ازيك يا دكتور؟ يعني انا سعدت جدا بالسكشن والقائك، يعني ربنا يوفقك ويكرمك. ازيك يا طلب، اخباركم ايه؟ انا دكتور احمد مطلوب معاكم، يمكن ما شفتونيش قبل كده، انا هبقى معاكم ان شاء الله الترم ده مسؤول عن السكاشن، وهخش ان شاء الله المحاضرات بتاعه الكورس بعد ما الدكتور تامر يخلص ان شاء الله باذن الله. كنت حابب بس يعني ابلغكم على المساله بتاعه النهارده، ان انتوا المفروض تحلوها اونلاين. هي ان شاء الله هتتفتح مسالتين، اتنين شبه بعض بالظبط يعني، بس اختلاف الارقام فقط لا غير. دول هيتفتحوا على البورتال الساعة 6:30 وفاليد قدام كل حد الساعة 10، يعني تقدر تحلها في الثلاث ساعات ونص دول، بس لازم تعمل سبميت قبل العشرة عشان تتحسب الدرجة بتاعت الكويز ده، أو بلاش كلمة كويز يعني، خليها مجرد مسألة، هي مسألة زي بتاعت الشيت بالظبط، بس انت هتحلها بإيدك وتعمل بقى multiple choice. احنا منزلين الحلول كأنها multiple choice، أربع أرقام، هو رقم واحد بس هو الصح، يعني انت هتحسب بايدك عادي بالكالكوليتر، هيطلع لك رقم، المفروض الرقم ده تلاقيه في الاربع اختيارات بتاع كل سؤال. الـ 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 الاسئله ماشيه ورا بعض بنفس السيكونس بتاع حل المساله، يشبه بالظبط للمساله اللي باشمهندس احمد صفيه دلوقتي عملها معاكم، بس احنا هن يعني انتوا بالنسبه لكم الاسبوع ده هيبقى رول سيكشن مش بيلت اب سيكشن. الاسبوع الجاي ان شاء الله بقيه السكاشن مش انتوا بقى، هيبقى سكاشن ثانيه اللي هي الارقام الفرديه، هتبقى هي اللي هتمتحن او هي اللي هينزل لها مساله على البيلت اب سيكشن، فهينزل لكم تو يعني مسالتين. انا بالنسبه لي افضل يعني هناخد درجه واحده بس، ودرجتها زي درجه الشيت، يعني زي ما انت هتحل الشيت وتحمله على البورتال وتاخد عليه درجه، المساله دي هتتعمل اوتوماتيك على طول وتتصلح اوتوماتيك ويتحط عليها درجه زي الشيت بالظبط، ايكوال للشيت يعني. في مسالتين هينزلوا زي ما قلت، انت تختار منهم واحده، انا افضل ان انتوا تحلوا الاثنين، يعني هما الاثنين زي بعض، فيعني عندكم وقت كافي، يعني 3 ساعات ونص دول اعتقد كافيين ان انتوا تحلوا الاثنين وناخد اعلى درجه فيهم، يعني اللي عايز يحل واحده بس ويمشي خلاص هو حر يعني. بس هي ده كل اللي انا كنت عايز اقوله. برضو هتلاقي يعني بين الحين والاخر يعني ممكن تخشوا برضو على الشانل تحطوا اي سؤال عندكم، بس مش سؤال في المساله، يعني لو حد عنده مشكله في التحميل، في اي حاجه في بالنسبه للامتحان يعني عايز يسال فيها، حط سؤالك كده على الجروب بتاع المايكروسوفت تيم، وان شاء الله نبقى يعني نحل مشكلتك لو في مشكله ان شاء الله. حد عنده اي سؤال في اللي انا قلته ده قبل ما باشمهندس احمد يكمل السكشن؟ دكتور، هو المفروض حل المسالتين في 3 ساعات ولا نص ساعه بس؟ لا لا لا، هي 3 ساعات ونص، من 6:30 ل10 هيفضل مفتوح، هيتقفل لما انت تعمل سبميت، يعني انت طول ما انت ما عملتش سبميت المساله مفتوحه قدامك، يعني انت هتقعد تجرب وتعيد وتزيد وتوصل للاخر، ولو لقيت في حاجات غلط ارجع وعيد من الاول تاني قبل ما تعمل سبميت، فهي مفتوحه لك 3 ساعات ونص، يعني انت اول ما تفتح مش هيعد عليك، هي هيفضل انليميتد لحد الساعه 10 هتروح مقفول على طول، فمش بتايم هي يعني اول مره بس. هقول حاجه بس، لو انت لحد الساعه 10 ما عملتش سبميت فهو انت كده كانك ما حلتش حاجه، يعني هو مش هيعمل اوتوماتيك سبميت، انت قعدت تحل 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 وما عملتش سبميت، لما يقفل الساعه 10 هو مش هياخد اجاباتك. بص، هو في اوبشنز في البورتال ان احنا نعمل اوتوماتيك سبميت، هنجرب ان احنا نعمل كليك عليها يعني، بس انا مش ضامنها يعني، ما جربناهاش قبل كده، فيفضل ان انت لازم تعمل سبميت بنفسك عشان يتحسب لك الدرجه زي ما باشمهندس احمد قال. فبس في نفس الوقت يعني الاوبشن بتاع الاوتوماتيك سبميت اللي موجود يعني انا برضو هجربه اعلم عليه يعني.
بس ما ضمنهوش. انت عارفين بقى البورتال كده يعني ما اعرفش ايه اللي هيحصل. مين تاني عايز يسأل؟ اي حد تاني عايز يسأل؟ دكتور لو سمحت، هو الامتحان ده او الكويز ده للسكاشن الزوجية فقط؟ عشان احنا هنا موجودين زوجي وفردي كسكاشن. ما هو بص، احنا بنعمله للناس اللي ما حضرتش في الكلية. يعني الاسبوع ده انت مطلوب منك ان انت تسلم السيستم في الكلية، فمش عايزين نتقل عليك. انت جيت الكلية فمش هنتقل عليك، فمش مطلوب ان انت تخش عليه. فهتلاقي السكاشن الكويز ده هتلاقيه مفتوح لسكاشن معينة اللي هي اعتقد 8 و10 و12. دول المفروض بيتصححوا دول اللي هم قاعدين ما بيسلموش السيستم دلوقتي، بيسلموا لسه الاسبوع الجاي. انما انت شخصيا بتسلم السيستم، فسايبين لك فرصه ان انت تسلم السيستم براحتك، وبعد كده الاسبوع الجاي ان شاء الله نعمل لك كويز في البيلت اب سيكشن. دكتور لو سمحت ممكن تسأل معاك. ايوه، بالنسبه للسكشن الزوجي المفروض ان التسليم بتاع الشيت ان شاء الله الاسبوع الجاي، واحنا بننزل 3 4 5، ف ورمضان زي ما حضرتك عارف شنطه. لا تسليم شيت ايه بالظبط؟ تسليم الشيت اللي هو السيستم. ولا السيستم؟ لا السيستم اللي هو الاثنين درسين منفصلين ما لهمش علاقه ببعض. المفروض ان احنا اول ما نخلص الكرين جيردر، دكتور خلص الكرين جيردر الاسبوع اللي فات، فكان المفروض الاسبوع ده اللي احنا شغالين فيه كنت المفروض تسلمه كرين جيردر مع السيستم. ده كان المفروض، بس احنا مش عايزين نتقل عليكم. فالناس اللي هتسلم السيستم هي بس يعني ايه، اخترنا حاجه واحده بس تسلموها، ما ينفعش ان انت تقعد من غير ما تسلم اي حاجه. فالناس اللي هتسلم السيستم مش هتمتحن، والناس اللي مش هتسلم السيستم هي اللي هتمتحن. فدي الفكره، ان انت في الاخر لازم تسلم حاجه، فيا اما تسلم السيستم يا اما تسلم الكرينجر. التسليم بقى الكرينجر ده نفسها برضو سايبينها لك كشيت، انما نزلنا المساله اللي احنا بنقول لك عليها دي ان انت تسلمها. فكده معناها ان انت الاسبوع ده انت شخصيا مثلا، ان الاسبوع ده انت كده سلمت حاجه اللي هي اسمها مساله الكرينجر اللي انت هتحلها اونلاين. الاسبوع الجاي ان شاء الله سيستم، والشيت بقى بتاع كينجردر يعني يكون اتفقت فيه في السكاشن يعني. فدي بدل ما تقعد فاضي تماما يعني الاسبوع ده ويجيب كل عليك كل حاجه. ايوه احنا انا كنت ايوه احنا كده ننزل الاسبوع الجاي عشان في رمضان، ولا هنسلم على النت عشان رمضان؟ رمضان لا، السيستم على الكليه الاسبوع الجاي. هو الاسبوع الجاي كليه برضه، كليه ان انت هتنزل تسلم السيستم في الكليه. معلش هو رمضان يوم الثلاث ما جاش من اول اسبوع يعني، بس يعني لو انت سكشنك 3 او 4 او 5 للاسف هتيجي في رمضان وتسلمه، ما بعد ذلك يبقى كله اونلاين. يعني 3 4 5 بس الجايين هم للاسف اللي هينزلوا يسلموا السيستم في رمضان، بعد كده بقى خلاص مش هيبقى في نزول كليه، يعني هيبقى كله اونلاين. يعني ما فيش اي استثناء دكتور، ان احنا اغلب المواد مش هننزل فيها، فاحنا كده هننزل عشان نسلم الشيت ونرجع تاني بس. يعني لو ينفع سلمه بدري، لو عايز ينفع باشمهندس احمد صفي يسلمه في اي وقت تاني. حضرتك اللي تقول انا لا، انا عشان السكاشن ما تبقاش زحمه، انا بنبقى خايفين عشان ما يبقاش تكدس كده على المواعيدين، وفي نفس الوقت انتم مش عايزين اختلاط كتير. لسه الكورونا شغاله يعني، محدش قال ان الكورونا وقفت يعني، فاحنا عايزين يبقى تباعد باقصى قدر. فاحنا نفضل ان انت تسلم في معانا، بس انا ما عنديش مانع لو انت خلاص بقى مش قادر تنزل، عايز تسلمه في سبت او حد او اتنين مع السكاشن بتاع السبت او حد او اتنين، مش هنعترض عليك. ممكن هم يسلموا اللي هم اصحاب السكشن يسلموا في الاول، يعني معاد السكشن مثلا من 2:30 لـ4:30، فمن 2:30 لـ3:30 مثلا لحد ما هم يخلصوا السكشن الاصلي دول اللي يسلموا، وما بعديها تروحوا انتم تسلمين. فكده يعني مش هنخليك تنزل في رمضان يعني. فممكن تعمل حاجه زي كده استثناء بس في الثلاث ايام دول يعني. بعد ذلك بقى خلي المواعيد زي ما هي. لكن ما ينفعش والله يعني خلاص يا دكتور. لا السيستم ما تنفعش اونلاين، السيستم ده رسمي. فهي دي الفكره يعني، دكتور شريف اصر ان لازم تبقى موجوده في الكليه عشان هي رسمي، ما ينفع هتسلم ازاي اونلاين رسمي.
انما مسائل وكده خلاص عملناها بقى بالطريقه اللي هي اللي احنا بنجربها دلوقتي معاكم. لا لازم الرسم يتسلم في الكليه. تمام، اصل احنا كنا بنسلم خلصنا رسم وكده. تمام اوكي ماشي دكتور، شكرا لحضرتك. عفوا يا فندم. خلاص في اي حاجه تانية عشان تاخد الغياب؟ خلاص كمل يا باشمهندس احمد، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا. شكرا دكتور. انا اخدت غياب يا شباب، في حد عنده اي سؤال؟ باشمهندس معلش، هو في حاجه كده حضرتك كنت كتبتها على السكرين، يعني اخدت خط من عند الواي اكسس لحد اخر الفلانجة وقلت ان دي مسافه معينه، المسافه دي كان اسمها ايه وبنستخدمها في انهي خطوه في الخطوات دي؟ بص هي كانت هنا. بص تعال نكتب كده مع بعض قانون الاس. S y تساوي I y على x. تمام؟ فلو أنا بتكلم على S y للأبر فلانج فهي فال I y بتاعتها ال I y هتساوي B أبر تكعيب مضروبة في T أبر، لان انا بدرس في اتجاه واي، فالموازي هو التي والعمودي هو البي، كل ده مقسوم على 12. طيب الاكس بتاعتنا هتساوي ايه؟ هتساوي البي ابر على 2. حلو، لما تيجي تعوض بقى بالاي واي والاكس، عشان كده انا كنت برسم ان الاكس هي المسافه من هنا لحد هنا، من المحور لحد نهايه الفلانج اللي هي نص البي، فده اللي انا كنت اقصده، ان انت لما تيجي تعوض بقى الاس واي بي ابر تكعيب في تي ابر على 12، كل ده مقسوم على البي ابر على الاثنين، يطلع لك القانون اللي انا قلت لك استخدمه على طول، اللي هو القانون ده اللي هو قلت لك استخدمه من غير ما تقعد تثبت ومن غير ما تجيبه من الاول، تي ابر في البي ابر سكوير على الستة هو ده الاس واي ابر. شكرا. عفوا. مين يا شباب تاني؟ ما عايزك يا باشمهندس، هو الغياب اتاخد امتى بس؟ اتاخد قبل ما الدكتور يتكلم على طول. طب انا النت كان انفصل عندي ورحت في مكان تاني يا سيدي ناخد غياب تاني اهو نضيفه على الغياب الاولاني. شكرا يا باشمهندس. لا يعني اللي اتاخد غيابه وقت الدكتور مفيش مشكله، ما يقلق وخرج ما يقلقش يعني، عشان بس ما انا النت فصل عندي والله ورحت. مشكله خلاص انت اتاخدت حضور خلاص. شكرا يا باشمهندس. العفو. مين تاني عنده سؤال يا شباب؟ طيب عموما هو وقت السكشن خلص. شكرا يا شباب، ولو حد برضو عنده سؤال انتوا معاكم الكونتاكت بتاعي على الواتساب، معاكم الكونتاكت بتاعي على الفيسبوك، ومعاكم طبعا التيمز ممكن تبعتوا لي في اي وقت وان شاء الله هجاوبكم. بالتوفيق وربنا معاكم. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس. شكرا يا شباب. شكرا، مع السلامه. بقولك يا نصر، هو المعيد فين؟